السلام عليكم خوتي، كيف دايرين؟ بخير، كنت مزيان ومكم ليا ان شاء الله. غنشارك معكم اليوم المشكل اللي كاين اليوم، ديما مرار ان باش يخدم ليه ما بغاش يدير مرار الطور. كيكون واحد المشكل ديال الفيزيل كما كتشوفوا هذا الطور دابا غنجيو للكارتيرا اللي يدك اليمين، راه كتكون فوق البومبا ديال الزيت. بليفيو على يدك اليمين، كاع المناطق على يدك اليمين عندهم بومبا ديال الزيت كيما كتشوف. كتجي للكارتيرا على يدك اليمين فوق البومبا ديال الزيت وكتحلها. نتوما غتشوفو معانا، هاهي حيدناها، حليت لها الفيسات اللي يكونو فيها. كما كتشوفوا معنا راه هو فيزيبل اللي كيكون محروق بزاف. انا نقول لكم راه هو البوجي فيزيبل، سمعوا ليا، هو هذا الفيزيبل كيكون سوكور زيت خارج مع الموتور. ديما الخوت اللي تحرك ليكم خذوا واحد وديروه عاوتاني. انتما غتشوفوا عاوتاني الفيزيبل اللي كيكون محروق هنايا، ها هو. وكنحلوه وكنحيدوه تورنوفيس ولا اي حاجه، المهم غير ما تشدوش من الزجاجه اللي معاك في يدك. حيدو، راه طريقه سهله، المهم ما خصهاش تمشي عند معلم يصوبولك الاول. انتوما تردو وما تنساوش هذيك البوشونه خرج، ما تنساوهاش ديما حتى كتكالي على الماء ولا شي حاجه ما عرفتش. ونردو لبلاصتو، ما تنساوش لا تحرك ليكم عاوتاني تشريو فيزيبل. وكان هذا هو الفيديو اللي كاين منه ديمارور، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.